أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناظرین آج ہم انشاءاللہ نماز کے بعد کی دعا پڑھنا سیکھیں گے تو آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ایک مرتبہ پھر سے دہراتے ہیں اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام